ها شباب، حلقة رقم كم الحين نسجل؟ يلا خلينا نخلص. اوف 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 اوف، شنو هاي؟ يا سلام، شنو ذي؟ خير ان شاء الله خير. شو تشوف انت؟ هذا رفيجك مختلس مليون ريال من الشغل، وانا اقول ليش كله كاشخ؟ والله حرامي. اول شيء انت ايش دراك ان الخبر صحيح؟ وبعدين ايش لك في هالسوالف تقعد تقراها ولا تنشرها؟ ولا خليك من هالسوالف يا ابو سلمان الله يسامحك. ايه، لان رفيجك تدافع عنه مثل ما دافعت عن رفيجك الثاني اللي مصورينه يبيع بضاعة مخشوشة والفيديو انتشر وانا واحد بعد نشرتها. يبا لا تشوف ولا تنشر هالسوالف، ما تدري ان هي صحيحة ولا مفبركها. شنو مفبرك؟ شنو اشكره هو اشوف انا شنو مفبرك؟ قلت لك خلاص استر عليهم. الله يستر عليك. استر عليهم عقيل، هم يفضحون نفسهم وانا هي استر عليهم، ما اقدر خلهم ينفضحون عشان يتأدبون. يعني انت ارتحت اذا انت نشرت عنهم الاخبار؟ يعني شو الراحه اللي تحسها لما تنشر الاخبار؟ اي مرتاح ومستانس اخر وناسه. ايش تبي بعد؟ وان ياني خبر عنك انت نشرته وما راح اقول لا. افا لا تبوق ولا تخاف يا ابو ناصر. بتصدق شيء يجي علي انا؟ بتصدق هالحكي يا ابو سلمان؟ يعني يجيني فيديو وفي فضايح وامسك نفسي ومنشره، ما اقدر. اسمح لي، مو بيدي الموضوع، يعني مو بيدي. شوف يا ابو سلمان، ترى الدنيا دواره، ترى بكرة بتلاقي نفسك مكانهم، ساعتها بتتحسف. بعدين عاد تعال شوف فضايحك منتشرة وانت مظلوم. يعني يا ابو ناصر، ممكن انت تنشر شيء ضدي وتحط فيديو عني وتنشره ما بتأثر علي؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسألك يا أخوي، اللي يدور على فضايح الناس إيش تتوقع نهايته؟ بينفضح في النهاية. كله يدور فضايح الناس وكله يدور ما يفضح الناس، نهايته هو اللي نهايته بس هو بيفضح نفسه. من ستر على مسلم ستر الله عليه، يعني في الآخرة. وإذا ما تستر على مسلم الله، يعني الله ما يستر عليك بعد. هذه وجهة نظري، يعني تنفضح في النهاية. الدنيا دور، في النهاية راح الفضايح اللي هو طلعها راح ترد عليه وراح ينفضح. نهايته الله يبتلي بفضيحة بعد. يبتلي بفضيحة يفضحها ما مخلق الله، يمكن ترجع له. الدنيا دوارة. وبعدين معاك، ممكن تفهمني ايش اللي يخليك فرحان بفضايح الناس وما تصدق وتنشر هالأخبار والفيديوهات؟ إذا كانت الأخبار صحيحة فأنت مطلوب منك الستر على أخوك المسلم وتدعو له بالهداية. أما إذا كانت أكاذيب فأنت تفتري عليه، وممكن يرفع إيده المظلوم ويدعي عليك ودعوته مستجابة. إذا كانت الفضيحة وصلت عندك فعندك حل بسيط، احذف ولا تنشر وريح بالك، وخل عندك قناعة تامة إنها غير صحيحة. ما راح تستفيد أبدا إذا تتبعت فضايح الناس، لأن كل واحد منا له عيوب وأخطاء. واللي تتبع عورات الناس فضيحته بتكون في وسط بيته. ابدأ من اليوم بعادة طيبة، اذكر الناس بالخير وامسح أي خبر أو صورة أو فيديو، والأفضل لا تفتح أي موضوع فيه كلمة فضيحة. دافع عن الناس واذكرهم بالخير، بتلقى من يدافع عنك ويحميك ويذكرك بالخير. أخوي الحبيب، ولأنك تتمنى الخير للكل، انشر المقاطع اللي تدل الناس على الخير وتفرج عن كرب كثير منهم، ومنها تكون قدوة حسنة لغيرك. السلام عليكم ورحمة الله.